الشخص اللي قال لي راح أبيع الدنيا عشانك باعني لأجل الدنيا. الشخص اللي قال لي راح أكمل معاك طول العمر تركني بنص الطريق. عينك على أفعالهم، كلامهم لا يودي ولا يجيب. صار إش قد لك ما حاضر. مشتاق لحضنك ولعطرك، مشتاق العبان بشارك. إي صار إش قد لا بايسني ولا حاضني ولا شايف.